المثل بيقول جيكا حالها عماها. بصوا الناس محتاجه نظام جديد عشان سهل قوي، هنحاسب المكالمات والنت والرسائل بعمله جديده. والعمله الجديده دي هي زي الجنيه بس مش جنيه، وهنخلي اي حد يعمل اي حاجه بالجنيه اللي مش زي الجنيه ده باي طريقه هو عايزها. يعني الدقيقه هتبقى ب 14 قرش بس مش زي القرش. بالظبط كده، واللي هيحصل لاي حد هيستخدم النظام ده هنحاسبه بالجنيه اللي مش زي الجنيه. اللي مش فاهم يرفع ايده. نبتدي النظام من بكره، بدل ما تاخد من ده كل يوم تعال اتصالات، لان الاول مره في مصر اتصالات عملت لك نظام حكايه، يعني باقاتك ومكالماتك كلها في نظام واحد وفاهم بتتحاسب ازاي بالسحتوت ومن غير لخبطه ولا تعقيد. نظام حكايه ينضرب به المثل. اتصالات كل يوم جديد.